مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وتحية طيبة. معكم خالد من قناة ماروك فيلوكس. اليوم درت زيارة لموقع المدينة الجديدة زناتا، أو ما يسمى المدينة البيئية اللي جات ما بين كازا والمحمدية. في المقطع الأول صورت الطريق الجديدة اللي كتربط لوطوروت مع الطريق الساحلي وصولا إلى شاطئ زناتا الصغيرة والكبيرة، وكما غتشوفوا كاينة قنطرة جديدة فوق السكة ديال التران. في المقطع الثاني صورت أشغال بناء مقر شركة تهيئة زناتا اللي غيتكون من 10 طوابق، ومن بعد غنشوفوا الأراضي المخصصة لهذا المشروع وكذلك الحديقة الكبيرة. وللإشارة، في المساحة ديال منطقة زناتا تقارب 1830 هكتار مع 5.3 كيلومتر مطلة على البحر، وعدد السكان المستهدف كيوصل 300 ألف نسمة ابتداء من سنة 2022، واستثمارات إجمالية حوالي 21 مليار درهم. كنتمنى هذا التقرير يعجبكم، والمزيد من الفيديوهات والمشاريع زوروا صفحة القناة.